حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت وزارة المالية في العراق إن إجمالي الإيرادات المالية المتحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 تخطت حاجز 95 تريليون دينار عراقي. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر أيلول بلغت 95 تريليون و848 مليارا و186 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي النفقات 72 تريليون دينار عراقي، مضيفة أن العائدات النفطية تشكل غالبية العائدات المالية. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 94% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 222 مليون دولار أمريكي. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي أكثر من 236 مليون و480 ألف دولار، غطها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي. أكدت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط استمرار محاولات تمرير مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد إلى العراق. ولفتت المديرية إلى أنه تم ضبط 4 حاويات مخالفة للشروط تحتوي على بطاريات ودراجات هوائية ومواد كهربائية متنوعة، مبينة أن جميع هذه المواد تجاوزت المدة القانونية التي تسمح لها بالبقاء في الميناء. أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة الكلفة. وأوضح الوزير أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا المستدامة بسوق المال الصينية بنحو 3 مليارات و500 مليون يوان صيني بفائدة قدرها 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات. من جهتها توقعت وكالة فيتش وصول سعر صرف الدولار رسميا في مصر إلى 45 جنيها، ورفع أسعار الفائدة 3% خلال الربع الأول من العام القادم. أظهر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأخير تجنب صانعي السياسة النقدية في الاقتصاد الأمريكي الحديث عن تخفيض الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.18%، فيما خسر مؤشر S&P 500 نسبة 0.2% من قيمته، بينما كانت الخسارة في مؤشر ناستاك بنسبة 0.59%. والآن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.